ومن محاسن الجنة شمول الخير من أمن، من صحة، من سعادة، من خيرات وإلى ما يتبع ذلك كما سيأتي. هذا من محاسنها، أن لهم ما يشاؤون فيها، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا فيها أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. شمول جميع النعم. بعض الناس الآن يقول لك يا عمي راتبي كويس في هذا العمل لكن يعني متعب. بعض الناس يقول لك نعم عمل مريح وفيه راتب لكن غربة. لكن الجنة تشمل جميع أنواع الخيرات والنعم، ليس فيها ما ينغص على الإنسان حياتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالدخول إليها بلا يعني حساب ولا عذاب، برحمته ولا إحنا يعني